صور وصلت قبل قليل من قاعدة عين الأسد في العراق، وكما هو واضح في الصورة هذه آثار قصف شهدته المنطقة بعشرات الصواريخ كما يبدو في قبل قليل. ميليشيات العراقية تقول أنها قصفت قاعدة عين الأسد بثلاثين صاروخا، ورد الجيش الأمريكي بقصف صاروخي معاكس. وهذه الصور نذكركم بأنها تم أخذها والتقاطها قبل قليل، وهي صور أولية لبعض آثار هذا القصف من ميليشيات عراقية على قاعدة عين الأسد في العراق.